السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت سألتك من كام يوم كده عن موضوع إن أنا أشتغل في موضوع تطبيق عن مستحضرات التجميل والمكياج وكده، فأنت قلت لي عادي يجوز. ما عفوا، لا تظن أننا يعني فاكر الأسئلة ولا أحب أن أقرك على شيء. أنت تسأل الآن سؤالك مستقل. البيع مستحضرات التجميل جائز ما لم تكن مضرة، هذا الأصل، لأن الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي يشاركون فيها الكفار في الحياة الدنيا خالصة لهم وحدهم دون ما غيرهم يوم القيامة. نعم. أنا سمعت شيخ بيقول إن الموضوع فيه شبهة، لأن أغلب نساء العصر بيستخدموها للتبرج. زوجتك تتزين أو معفشة؟ أنت أي. زوجتك تتزين أو هي لا تتزين؟ تتزين. خلاص، الذي يستعمله استعمالا خاطئا إثمه على نفسه. بارك الله فيكم.